أنا عاطف بعاني من مرض السكري من 14 سنة، ونتيجة ارتفاع السكر عمل لي مشاكل كتير ومنهم ضعف الانتصاب. وشفت على الفيسبوك مستشفى في تركيا اسمه ماجيكال كلينيك، تواصلت معهم والحمد لله رب العالمين. أنا توجهت إلهم على تركيا على المشفى، وعملت فحوصات اللازمة وتعالجت والحمد لله رب العالمين. أخذت إبر بلازما الغنية بالصفائح الدموية، وهي لي شهرين والحمد لله حصلت على النتيجة من الشهر الأول، وبتوجه بالشكر لمشفى ماجيكال كلينيك وللعاملين عليه. وأنا بنصح كل حدا معاه سكر وعنده ضعف انتصاب يتوجه لهذا المشفى، وإن شاء الله إنه الله بيشفيه.